لا لا احتمال اقفز. لا قرش اذا مكتوب. انت نور بلا تدخل. الله يعطيك العافيه. روح روح هناك. اح يا ابوي وخر. السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب. اليوم ماي ريان. لا والله لا تقولون اوسمز، هذا مو اوسمز. مو كل واحد اسمه ريان اوسمز، والله العظيم. يعني قناته في الديسكريبشن. اليوم جايب لكم ماب عربي. هذا الشخص ارسل لي في انستغرام. إيه عندي انستغرام، والله عندي انستغرام اسمه بيسلوم، نفس اسم القناه تلقونه تحت، وتلقون الكود هنا بحطه اتوقع في الشاشه. وثالث شيء لا تنسون كود الشوب بي اس ال، اقسم بالله شرف كبير انكم تحطون الكود. فشكرا لكل اللي حطوه في المقاطع اللي راحت، في ناس بدوها يهتمون شوي للكود وصار يحطونه، فشكرا لكم وشكرا للي راح يحطونه. لا تنسون اللايك، مو اشوف كذا دعم رهيب، لايكات تصدمني. يقول لك خذ الباندج عشان تمسكه بدال البكاكس، ابدا من هنا ناخذ الباندج ونخليها عليها ويقول انتقال. اوكي المرحله الاولى، خلينا نشوف المرحله الاولى شو راح يصير. اتوقع ان تنقط اتوقع. اوكي يب ايزي يا اخي. اللي قهرني تدري شو؟ ايش؟ ان الثيم واحد ازرق. اوكي انتقال المرحله الثانيه. لا والله هل كذا يعني بتغير. بس اذا كذا بس والله الماب بيكون مره سهل. والله ريان نسي انه يعني اوكي انا ما اخذ مختصرات، وشكل الماب يا عيال مره سهل. لدرجه اني اسولف معكم اروح مرحلة الثالثه ولا اصبر لك؟ يلا بنتظرك. لا لا جيت جيت. يقول امسك الباند. ليش امسك الباند؟ يعني هي لواحد يدك ما يدك ال... وش يدي و... ما ادري الصراحه ليش، بس يمكن فيها حكمه في الموضوع. على كبالك انت، يمكن عشان ما يضايقك فهمت؟ تشوف حتى لو يعني هذا اوكي. اسمع صوت الافخاخ ولا ادري وش النهايه حقت هذا الليفل. اللي قهرني الثيم واحد يا عيال. اللي صمم مابات اهتموا بالثيم، اللي هو الشكل ماب كيف صاير، انوعه في الالوان كذا بيصير ماب رهيب. هو الاهم اتوقع. ياب ياب هو الاهم. شوف الحين خلاص درنا على ال يا ابو ايش يا ابو ايش ايش انتقال خلاص. اوكي الحين صار اصفر. لا لا في 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 اهتمام الحين. اوكي لا لا هذه شكلها صعبه، هذه شكلها صعبه. احا تكفى يا ساتر يا رب. بس انا لعبتي المبات هذه. لا تقفز. اوكي لا تقفز. ممتاز هراب. والله حلوه حلوه، هذا الليفل حلو والله، هذا الليفل حلو. يعني لو انك بيض وشو انا رجعت لمكاني ولا ايش؟ والله شكلي جيت بعيد يا شباب، والله شكلي جيت بعيد. لا 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 هذا ليفل مختلف. كويس كويس اني لا وانا اروح وانا اروح صد. والله ليفل طويل وما ادري وين اروح. الليفل مره طويل ما تدري وين تروح بعدها. على كلامنا ما ابي 10 ليفلات، فهذه المرحله الرابعه والله صعبه تعتبر، يعني لان مو بحاط الطريق يعني مو مبين. اوكي اوكي يا الله. اتوقع كذا سيده. اوكي اوكي سيده، بعدين تنط على هذه. اوكي حلو حلو حلو. بعدها كذا، بعدها كذا. لا يا شيخ يقطع ام القهر يا عيال، والله وصلت بعيد. اوكي هذه صعبه شوي، بس بعدها نطت الاولى والثانيه، وبعدها نط النطه هذه. اوكي ممتاز. حلو حلو حلو. اذا رقيت بعد البونسرز جرب الفخ الاول ثم نكمل. اوكي اتوقع انك متى بخلصها الحين. يا ساتر يا رب وش ذا الليفل، والله مره طويل يا عيال. والله لحس مخ الليفل هذا. وين؟ لا لا استفاد اقفز. لا يا عيال مره الليفل طويل. يا اتوقع اني حليتها، اتوقع اني حليتها معك. تي جي خلصتها خلصتها. وراك انا وراك. اخيرا والله اخيرا طبغينا. طيب مرحله خامسه هنشوف. يا ساتر لا لا اتوقع ان هذه ايزي اذا ما خاب ظني. ان شاء الله يعني. والله الليفل والله الليفل ايه. والله انه متنا سوا قليل. متنا متنا والله متنا. يبغى له ذيك حقت القبر. ايوه رب الكعبه. اوه في العصا تشوفها؟ ياب نقص منها الحين. اوكي اوكي ذكي الولد هذا. يا ساتر والله فكره العصا رهيبه، اهني مو باين ابد. الاول ثاني ثالث بعدين ننط بعدين ننط. متى يخلص الليفل؟ الله يعطيك العافيه. تكفى الريفت. اوه تكمله تكمله تكمله. يا ساتر اللي بعده اللي بعده تكفى وصلني.
كاتب يمين انا مخ لخمك والله لو كبر كلمه عشان اشوفها بس رجعك من البدايه يب اي والله في ريفت توديك وتكمل ترى يعني اضيق صدرك شويه يعني. الله يسعدك حبيبي ما قصرت بعد الريفت بتكمل يا سيده انت قلت لي وانا ناقص ما ادري ايش اللخمه اللي صارت اوكي اللي بعده اللي بعده اللي بعده يا ساتر الليفل يا ساتر تكفى وصلني يو عمري يا عمري اللي بعده تكفى اتوقع بيخلص الليفل الحين اتوقع يا رب اي والله خلص الليفل يا لبيه يا لبيه والله هذا لو يطور نفسه من نفسه من ناحيه التصميم بيصير شيء خرافي لا لا تبدا قبل يا طيب ما ادري تحمس كنا سبيد من مره ولا سريع ولا حلو ضيقت لف يمين بس لفيت يسار ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر لفات يا ساتر يا ربي انت ربي هذه بس حرك الماوس فيها حرك الماوس فيها ولا تفلس مره ثانيه الله يعطيني العافيه ايش هاللفات ذي مت بعد اكيد الله شكلنا بنطول في ذي بسم الله يا ساتر يا رب يا يا اخي والله اني لفيت بسرعه والله العظيم انا مسافر ولا ايش اوكي نزل فوق تحت فوق تحت فوق تحت ايش في ايش في ايش في صدعت انا عيال الو علقت اللعبه اوكي رجعت حلو اللعبه ما استوعبت يا ساتر والله الليفل طويل اقسم بالله الليفل طويل يا صاحب الماب اذا بتسوي كذا لا ليفل مره طويل زي كذا لان هذا يملل والله يملل مره المشكله يرجع اخر شيء فهمت قعدت صقعه خايسه ما ادري شلون افا رجعك عندي والله انت وصلت هناك ورجعك عندي حق المابات تكفون 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 ركزوا في ماباتكم تكفون والعب الماب شوف الماب يطفش ولا لا جرب مو بترسل لنا وتقول العب تكفى وما ادري ايش وش يصير كذا ها ليفل مره يملل ذا مره يملل درت انه وانا وصلت قبل شوي النهايه اتوقع ان النهايه ان شاء الله يعني لو ما في نهايه هناك عاد كذا بنجلط وشوف اذا خلصت اللب يا عيال ما وقفت يا عيال اخيرا اخيرا يا رجل لا تخف الدوائر الحمراء المرحله السابعه وات اوكي روح يمين بعدين نص يمين وسط اوكي نص نص يمين اوكي زحلقه حلو 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 زح سهل سهل مره سهل بقى يلا المرحله الثانيه احترقها متشابهه الليفلات والله شيء يقهر والله شيء يقهر حرام حرام عليك سامات في ناس بيجون يقول ليش تنزل ماب الحين صاحب ماب طلب مني ثاني شيء انه في ليفلات حلوه بس ان هذا الليفل اشوف انه مكرر صراحه بس اللي زاد عليها سالفه الكفرات والسبيد كلها تطير كوايا ها يا الله يا ساتر هذه حلوه هذه حلوه اوه حلوه اللي في النص الكفر اللي في النص على السريع كذا كل شيء بس انه في نفس الوقت حط تشيك بوينت عشان الواحد ما يطفش ويموت كل شوي والله بعض المراحل تطفش الصراحه زي اللي قبل شوي هذه دبليو كامل لو ما يوصلني عاد اوطق معه اوكي الرفت الثاني الكفرات حلو الكفرات دبليو كامل دبليو كامل دبليو كامل تكفى اتوقع ان اخر شيء اتوقع ان اخر شيء وات اقفز اوه خلصت حلوه والله العظيم حلوه حلوه هذه حلوه 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 لعب علي يا رب الحين تضبط معنا سالفه السبيسات يا رب ما في حل الا كذا انك تهدي 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 بعدها تنط هنا اوكي فهمنا ان بعد الرفت راح نلف يمين اوكي اوكي يمين يسار 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 تكفى تكفى وصلني اخيرا يا شيخ اخيرا ليفل 10 الاخيره خلاص كيف معجزه والله ذي
ليش حاطة إعجازية ذا؟ طبعا قاعد أعطيكم إنه أوكي الماب في أشياء تقهر وما أدري وشو، مو بسالفة إن العرب ما يعجبوني، لا والله في مابات، يعني في مابات مرة كثير لعبتها عربية، واللي ما شاف يعني يقدر يرجع يشوف، في مابات موصلة مشاهدات مرة عالية، بس المشكلة وشو؟ إنه في ناس ماخذين وضعية إنه أوه أنت تحب الأجانب، أنت تدعم الأجانب، أنا أدعم العرب أقسم برب الكعبة إني ودي أدعم بقد ما أقدر عليه. عندكم عزة لعبت لها 6 مابات أو 5 مابات، عندكم حمود زدفران، في يعني مابات مرة كثير، بس المشكلة أن إذا جيت مثلا أقول ماب أنه والله يقهر من ناحية كذا من ناحية كذا من ناحية كذا، أبغاه يحسن من الماب، بس أبغاه كذا يطور من نفسه من ناحية هذا الشيء، والله العظيم مو بسالفة أنه لو ما عندي أي اقتراح أو شيء كان ما نزلت الماب. يعني اقدر اني اروح اصور ماب ثاني ما نزل الماب واطلع من زمان يعني، بس سالفه ان ابغى ادعم العرب، اقسم بالله ابغى ادعم العرب، يعني من زمان ما نزلت ماب عربي الا ماب لاكازا دي بابل، نزلت ما بين الماب الثاني ما ادري شفتوه ولا لا، لكن كان خرافي، كان تصميمه رهيب 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 رهيب. عشان كذا اقول لكم ان في مابات مره حلوه، في مابات جدا عاديه، لان هذا الليفل اقسم بالله يا عيال قد ايش معقد معقد، يعني لا يغرك من الخريطه فوق على اليسار او فوق اليمين، معليش جدا 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 ليفل صعب. اخيرا يا شيخ اخيرا مبروك وصلت نهايه الماب، مع اني قلت هذه اخر محاوله. حساب انستغرام مدري مين، قناه اليوتيوب مدري مين، لا تسكود مدري، اذا تبون تستخدمون كود او تبون تدعمونا كود الماب قدامكم على الشاشه، لا تقصروا بالدعم في هذا المقطع، لايك اشتراك اذا ما انتم مشتركين، اغلبكم اللي يشوفون المقطع ما اشترك، وثالث شيء لا حد ينسى كود بي اس ال كود شوب، شرف كبير اقسم بالله انكم تحطونه، شكرا لكم، شكرا لكل واحد حط الكود سواء قد حطه قبل وراح منه او حط الحين او يفكر يحط الكود حقي، شكرا لكم على الدعم، واعتذر ان اذا شفتوني في هذا المقطع متنرفز، لكن من غبن من سالفه ان ما في تشيك بوينت فقط لا غير، يعطيكم العافيه على المشاهده، اشوفكم على خير، سلام.